لما تمشي على الأكيد لازم تسمع صوتها من أي مكان أو تشوف أي شيء بطريقك مرتبط وبيذكرك فيها. وبمناسبة ميلاد الصوت الملائكي، نينار سألت الناس عن أكثر أغنية دائماً بيسمعوها وبشو مرتبطة بذاكرتهم. يسعد صباحك يا حلو، يعني إن شاء الله هيك منتفائل بالخير لقدام بالأيام الحلوة اللي جاية. أعطيني الناية وغني، فالغناء سر الوجود، وأنين الناية يبقى حتى يفنى الوجود، لأنه أنا مهووس بجبران خليل جبران. سلم لي عليه، هاي أحلى غنية. فيروز، فيروزية يعني صوتها حنون الصبحيات، يعني غنية ناعمة الصبح، بتحسي هيك بنوع من الحنان، من الشفافية، بتحسي يعني بالروحانية، ونحن بحاجة لهالشغلات الظريفة اللطيفة. هي في البحر شو كبير، بذكرني بولادي مسافرين كلهم. يا حلو يا مغرور، يا حبق ومنتو على سطح العالي. فيروز يلي مثلت الحب، الفراق، الصداقة، الحنية، التفاؤل والحزن لكل الأعمار وبكل الأوقات. يا جبل بعيد خلفك حبايبنا، لأنه كلياتنا عنا أولاد مغتربين برا. يا جبل بعيد خلفك حبايبنا، بتموج مثل العيد والبعد مدوبنا. يا جبل بعيد لحبايب قلبي اللي بالغربة كلهم. رجعت الشتوية، لأنه بربطة دائما وقت تنزل، وقت بلش تنزل المطر، شوارع الشام القديمة. هلأ قبل 3-4 أيام كمان نزلت المطر، ولا أروع من هيك. رجعت الشتوية، يلا حاجة. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لبقى تسألي. بونفيت لفيروز، بونفيت لإنسان، الله يطول بعمرها، الله يطول بعمرها. وهي عن جد جبل، صخرة. هيدا الملاك الحلو اللي صوته الملائكي، هيدا ما حدا بيستغني عنه الصبح بكير خاصة. لنينار اف ام، ريهام مجر.